بصبح عليكم مرة تانية، ودلوقتي تعالوا نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. سعر الدولار الأمريكي النهاردة سعر البيع فيه 19.70 والشراء 19.63، اليورو سعر البيع فيه 19.25 والشراء 19.17، جنيه استرليني سعر البيع فيه 22.13 والشراء 22.4، فرنك سويسري سعر البيع فيه 19.62 والشراء 19.54، اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.72 والشراء 2.71، ريال سعودي سعر البيع فيه 5.24 والشراء 5.22، دينار كويتي سعر البيع فيه 63.50 والشراء 63.24، وأخيرا درهم إماراتي سعر البيع فيه 5.36 قرش والشراء 35.34 قرش. ومن العملات الرسمية لمتوسط أسعار الذهب النهاردة، عيار 18 سعر السوق النهاردة 950 جنيه للجرام، عيار 21 سعر السوق 1108 جنيه للجرام، عيار 24 سعر السوق النهاردة 1266 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سعر السوق النهاردة 8864 جنيه. ونكمل مع شاذلي ومنا باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.